مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا رغم تصدير 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت أكثر من 6 ملايين برميل يوميا، مشيرة إلى أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 120 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه الصادرات 343 ألف برميل يوميا. حذر خبراء اقتصاديون من تأثير الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط على النفقات العامة في العراق. وقال الخبراء إن انخفاض سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل يعني أن العراق أصبح قريبا من منطقة الخطر، لا سيما بعد أن أغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعار النفط عالميا، مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي عالمي. وأوضحوا أن العراق يحتاج إلى سعر 80 دولار للبرميل وصادرات تصل إلى 3.3 ملايين برميل يوميا لكي يحصل على إيرادات نفطية تصل إلى 140 تريليون دينار تكفي مع الإيرادات غير النفطية لتغطية متطلبات النفقات العامة التي ارتفعت بمقدار 25 تريليون دينار هذا العام نتيجة تشريع قانون الأمن الغذائي. شهدت أسعار صرف الدولار الأحد ارتفاعا طفيفا في السوق العراقية، وسجلت أسعار بيع الدولار 147700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الشراء 147600 دينار لكل 100 دولار، لتسجل بذلك انخفاضا طفيفا عن يوم السبت الذي سجل 147.600 ألف. قالت جمعية مصارف لبنان إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف. وبينت الجمعية أن الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية وبسبب المخاطر التي ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها، فإن المصارف ستبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل. وكانت الجمعية قد أعلنت إغلاق البنوك اللبنانية إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال إن مرونة اقتصاد ألمانيا والكفاءة المؤسسية لديها سيسمح لها بامتصاص التداعيات غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية بما في ذلك صدمة أسعار الطاقة. وأضافت الوكالة الأمريكية أن الاقتصاد الألماني الغني والمتنوع يشكل حاجزاً أمام الصدمات، إلا أنه قد يتجه نحو الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنحو 3% حتى 2023. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.